الزهراء عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقني الصحة. مسيرة اليوم تندرج في إطار واحد مسلسل نضالي الذي تخوضه النقابة المستقلة للممرضين. يعني سبقه محطة محلية كانت إقليمية وجهوية مرفوقة بإضراب، واليوم عندنا هذه المسيرة اللي ستنطلق من البرلمان باتجاه وزارة الصحة. الهدف الأول لهذه المسيرة هو إيصال صوت الممرض لرئاسة الحكومة، لأن الممرض عن طريق النقابة ديالو خاض واحد الحوار اجتماعي اللي كان فيه أخذ ورد وشد وجذب من ما بين ممثلي الحكومة والوزارة وممثلي النقابات، يعني أفضى إلى اتفاق تم توقيع الموافقة المبدئية عليه، يعني بحضور بمباركة رئاسة الحكومة. كانوا فيه مجموعة ديال النقاط اللي متفق عليها ومجموعة ديال النقاط اللي تم يعني تأجيلها إلى أجال محددة، ولكن لحد الساعة الأجل وصلت وباقي الاتفاق لم يتم توقيع عليه من طرف رئيس الحكومة. هنا كنقابة نتساءل ما سبب هذا الصمت المطبق من عند رئيس الحكومة، علما أننا كنقابة خضنا مسلسل نضالي حامي يعني قبل وأثناء الحوار، لأننا ما كناش راضيين على المحتوى ديالو. كان مسلسل نضالي سميناه الاندفاع الأخير اللي كانوا فيه أزيد من 5 أيام ديال الإضراب، محطات نضالية، ولكن حنا من منطلق يعني الأمانة ديالنا والجدية ديالنا في الحوار حبسنا المسلسل النضالي وانضمينا للحوار. ولكن ملي كنشوفوا هذا التصرف الغير يعني مسؤول ديال رئيس الحكومة، نتساءل لماذا هذا التعاطي الغير إيجابي مع مطالب الممرضين وتقني الصحة. الآن في حضور المكتب الوطني النقابة المستقلة للممرضين من جهة بني ملا الحنيفرة، اليوم هذه الوقفة التي ستتبع بمسيرة في اتجاه وزارة الصحة أتت ردا من النقابة على استخفاف الحكومة. حين نقول أن الحكومة تستخف فهي تستخف في قطاع الصحة ككل، وتستخف أيضا بمطالب الممرضين وتقني الصحة وباقي الشغلة الصحية. هناك اليوم اتفاق مع وزارة الصحة والحكومة برئاسة السيد رئيس الحكومة حول العديد من المطالب التي ترجمت في محضر اجتماع الذي كان من المفترض أن تسوى بعده عدة مطالب مهنية في هذا الحوار. اليوم للأسف بعد هذا الحوار وبعد هذا الجولات الحوارية الماراثونية تم تهريب الحوار الاجتماعي من وزارة الصحة إلى رئاسة الحكومة دون الاستجابة لأي مطلب يهم الممرضين. هناك اتفاق معلق بين وزارة الصحة ورئاسة الحكومة، هناك نقاط خلافية يجب على رئيس الحكومة الحسم فيها، من بينها السنوات الاعتبارية للممرضين وتقني الصحة قبل 2017 اللي هي سنة المعادلة، أيضا هناك ترقية استثنائية للممرضين المساعدين، وأيضا هناك النقطة التي تهم الجميع وهي تاريخ إجراء الاتفاق التي تتحدث عن زيادة في الأجور، اللي هي للأسف ليست زيادة وإنما هو رد الاعتبار خاصة في التعويض في الإنصاف من التعويض عن الأخطار المهنية. اليوم على رئيس الحكومة الحسم في هذه النقاط من أجل حوار جاد ومسؤول لكي نتكلم عن الجدية التي لطالما نهجها السيد صاحب الجلالة في خطاباته الملكية، وتحية علي المنابر الحرة. نور أسماء قابلة عضو بالمجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، وحنا اليوم في الوقفة الاعتزازية اللي مرفوقة بمسيرة أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، جينا تنزيلا لمقتضيات البيان الوطني الأخير الصادر على المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، واللي كان العنوان ديالو ضرورة استئناف لرد الاستخفاف. واش نقصدوا الاستخفاف؟ نقصدوا الاستخفاف برئاسة الحكومة بالمطالب ديال الممرضين وتقني الصحة، واللي من خلالها إقرار واحد الزيادة في الأجر الثابت وأجراته عبر فقر 1/2024، كذلك إقرار واحد السنوات الاعتبارية بالنسبة للممرضين ضحايا المرسوم، وكذلك حل ملف الممرضين المساعدين. كما كتعرفوا أن قطاع الصحة جميع الفئات استردت واحد الزيادة، جميع الفئات ما عندهاش ضحايا، فكون الممرضين وتقني الصحة هو أكثر الفئات يعني اللي ضحايا في وزارة الصحة. للأسف حتى الساعة ما تنفضش، وباش ذا الوقت اللي كاين واحد الإصلاح في المنظومة الصحية واللي الممرضين كيعتبروا الركيزة ديال هذا الإصلاح، يعني مش كنهضروا على الإصلاح كنهضروا على تنزيل المجموعات الصحية الترابية. للأسف مازال ما تمش الحسم في ملف الصحة وملف الممرضين خاصة. حنا كنقابة غنسلكوا جميع السبل المشروعة للاهتزاز، وأننا كنأكدوا أنه ما كاينش إصلاح إلا ما كانش تصالح. محمد بوخدور عضو لجنة الإعلام والتواصل الوطنية وعضو مكتب وطني النقابة المستقلة للممرضين، كيخرجوا الممرضين وتقني الصحة اليوم في 24 فبراير في وقفة وطنية أمام البرلمان، وأيضا مسيرة إن شاء الله إلى مقر وزارة الصحة، لنقول
حان وقت انصاف الممرض المغربي. نريد ايصال واحد الرساله قويه لرئيس الحكومه. هذا التاخير في الاجابه على المراسلات الاستعجاليه للمكتب الوطني اللي كنطالبوا فيها بتنزيل المطالب الماليه، وكاين واحد تنقولوا كاين واحد التماطل وكاين واحد التاخير غير مبرر. لماذا الوزاره والحكومه كتماطل في استجابه المطالب العادله والمشروع هذا الممرض المغربي؟ كنقول الممرض ولا مستهدف جنائيا شنو الممرض ديال فاس اللي كيقوم بالمهام ديالو، وكاين فراغ قانوني وكاين استهداف الممرض المغربي. وتنقولوا لان الوزاره ما كتحملش المسؤوليه ديالها، الحكومه المغربيه ما كتحملش المسؤوليه ديالها كامله في اصل اولا الدفاع عن اطرها وموظفيها، وهذا وثانيا الاستجابه العادله للممرض اللي تم اقصاؤها عبر سنوات الحوار الاجتماعي اللي كان من 2007. الممرض خدم 100 درهم 2017، عداله مشحفه، العداله للعرجاء. ودابا تنقولوا حان الوقت انصاف الممرض المغربي. كان اتفاق عام داز الشهر دجنبير، ولكن الوزاره لحد الان الحكومه من ورائها لا تريد الاستجابه للمطالب العادله والماليه المشروعه للممرض المغربي. تقول لهم كفاءنا اقصاء الممرضين، راه ولاو كيهاجروا، راه كرهتونا في العمل في القطاع العمومي. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.